أعلنت الإدارة العامة للأرصاد الجوية أن مساء اليوم وصباح الغد سيشهدان تكاثرا تدريجيا في كمية السحب، وتتزايد معها فرص للأمطار المتفرقة على بعض المناطق. وأشارت الإدارة إلى أن الفرصة مواتية لتساقط أمطار تكون رعدية أحيانا في بعض المناطق، وخصوصا المناطق الجنوبية من البلاد. وستكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كيلومترا في الساعة. وأضافت الإدارة أن فرصة الأمطار والرياح الجنوبية الشرقية الرطبة ستستمر حتى ظهر يوم غد، ثم تقل السحب وفرصة الأمطار تدريجيا من بعد الظهر، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية باردة نسبياً.